مباراة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الليبي، مباراة الإياب. لكي تشاهد المباراة ما عليك فقط إلا الضغط بزر لك والاشتراك بالقناة لكي يظهر لك البث المباشر بعد بداية هذه المباراة بلحظات. مباراة في دوري أبطال إفريقيا، مباراة سوف تكون قوية، سوف تلعب يوم 24/10/2021. أما توقيت المباراة يكون في الساعة 5 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. سوف تكون مباراة صعبة وقوية، نرجو منكم الضغط بزر لك لكي يظهر لكم البث المباشر بعد بداية هذه المباراة. مباراة سوف تكون قوية، نعرف أن مباراة الذهاب في ليبيا انتهت بالتعادل 0 لمثله. أيضا مباراة العودة، مباراة الإياب سوف يستقبل ملعب أستاد أولمبيك بيراديس. مباراة سوف تكون نارية وقوية، نارية وقوية. مباراة عربية، هل سوف يفوز الترجي الرياضي التونسي والتعاون للمرور الدور 16 أو الاتحاد الليبي؟ ما رأيكم في هذه المباراة القوية الصعبة؟ أظن أن فريق الترجي التونسي سوف يفوز على فريق الاتحاد الليبي، لأن الترجي التونسي يلعب على ملعب استاد راديس، دائما يقدم مباراة نارية وقوية. أظن أن فريق الترجي قد يفوز في هذه المباراة بحصة 2-0 والمرور إلى الأدوار 16، لأن الاتحاد الليبي لم يسجل أي هدف في ليبيا. وما هي توقعاتكم أنتم؟ شاركونا توقعاتكم في هذه المباراة في تعليق، وأيضا اضغطوا بالزر لايك والاشتراك، وأيضا تفعيل خاصية الجرس للكل المهمة، وشكرا لكم.